تحكي نوصل لعدل. شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي، وتشبعوا بها من الرنان تاع الصوت ديالي. واش المغاربه رجعوا خفاف، رجعتوا دراري، وصلنا لهذا الحد. وصلنا لاش؟ باش بواسطه اما الاطفال او الاوباش. الاوباش نادور، حسيمه، تطوان، قصر كبير. الاوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وفي السرقه، واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار هما الاولين، زيدوهم في المظاهر. وسيدي انا تنقول لكم دوك الاوباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذا. وتنقول للدراري الصغار اللي تيسيلوا من الناس لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معانا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقل الاساتذه راه معروفين انهم اللي تيقولوا يديروا الاضراب ويخرجوا للزنقه، على ان الاساتذه راه منهم الكثير تدحرج. خص الاساتذه يعرفوا انه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون اللي هذه مده وحنا عايشين عليه في الحمايه، واكدوا الاستقلال، وانه المروج تاع اكاذيب او القائم باعمال من شانها انها توقع خلل بالامن العام، راه ما تيتعاملوا اقصى معامله. تنذكركم تنهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضه، قلت له سيدي واش سيدنا خصو يكون منطقي مع نفسه فتح. ودابا سيدنا الا كنت مثلا هابط للمدينه تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك، و200,000 غادي يصفروا بعد الفقيه. تنعقل قال لي اخويا ما نهبطش، هادي الا كانت هادي وقت قلت الحياه وقتك هادي، ما انا بعدا ما نهبطش. يو انت شنو عم سيدي العرض بان الاغلبيه غتقول يحيى والاقليه غتقول يسقط يهبط، وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط يخلي دار باباو بكل صراحه. اذا نكونوا عافاكم متفقين على شيء، والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما انا تنعرفو ما تعرفون كيف يا عم اهل مراكش. انا كنت مقرر نمشي نرتاح في مراكش، ما بقيتش غادي عند مراكش، ماشي خايف منهم، خصهم يرجعوا الى عنغيهم. والسلام عليكم ورحمه الله.